ندوزو للشكل الثالث اللي هما ايه اقراص بالكسه طيبين في الاله ديال البانين. ايه واخا فكره. عندنا الكسه متبله بالطريقه العاديه، يعني بالملح والزهر والفلفل المعدنون في كمون والتحميره ورشيشه ديال القصه، يعني راه كنا كنعرفوا كيفاش نصاوبوا الكسه. كنتبلوها مزيان وكنديروها دوائر صغيره، كنتبلوها مزيان وكنديروها في المقله. سمحي لي انا كنديروها في المقله مع قطيره ديال الزيت، واخا كنشحروها حتى كطيب. ايه ملي كنطيبوها اختي سناء وكنضفيو، عاد كنضيفو الفرماج ديال الساندويتش او اي نوع ديال الفرماج. انا كنفضل الفرماج ديال الساندويتش، كيعطيها واحد الاضافه زوينه. واخا كنقطعو عليها وكنخليوه كيسيح في هذيك الحراره اللي مازال قابطه لنا. كنخليوه على جانب حتى كيبرد، كنقبطوا العجينه ديالنا اللي كنا وجدنا من قبل. كنقبطوها، كنديروها يعني ديفول كتكون ما بين 35 حتى 40 غرام، 35 ايه 40 غرام. كنبسطوها كيف ما كنبسطوا البطبوط ديالنا، غير حنا كنراعيو اختي سناء باننا ملي كنقرصوا الوسط كيكون شويه غليظ، والجناب هما اللي كيكونوا ارقاق. كنحطوا معلقه ديال الحشوه، معلقه ديال الحشوه، وكنسدوا من جديد بحال ما كنديروا البطبوط عامر بالخضره او عامر هكذاك، وكنسدوا من جديد. ايه كنبسطوها شويه باليد ديالنا، يعني ما كتحتاج لا تخمر لا حتى شي حاجه، يعني غير جوج دقائق كنبقاو حاطينها على ما كتدخل لنا الاله ديال البانيني. كنقبضوا الاله ديال البانيني، كندهنوها تختي سناء فقط مره واحده، يعني كندوزوا عليها البانسون بشويه ديال الزيت، وكنحطوا هذوك الدوائر ديالنا ديال اللي عامرين بالكسه، كنبسطوهم باليد وكنسدوا عليهم حتى كيطيب. ايه ملي كيطيبوا يعني كياخذوا التحميره العاديه اللي خاصها تكون، وكنحيدوهم وكنعاود كنطيبوا عاوتاني بالقياس الاخر اللي كان عندنا. ايه هادو راه كيجيو روعه بارك الله، يعني نتمنى الاخوات يجربوا ان شاء الله غادي يقدموهم.